اسمي احمد شيخو، مدير فرع كوباني لاتحاد طلبه الكرد في سوريا والمانيا. انا الان في كوباني مع بعض الطلبه من الاتحاد، نرفض الخروج من المدينه، لا نريد ان نرى مدينه كوباني تحت ظلام داعش يوما ما. سنبقى في الداخل ونطلب من جميع شركائنا المحليين والدوليين بعدم توقف عن دعمنا، لاننا في هذه الظروف نحتاج الى تكاتف ودعم أكبر منكم. نحن الطلبة موجودون في كوباني، وتضامنكم معنا يجعلنا أكثر قوة وإيمانا بحماية مدينتنا من ظلام داعش.